الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الذي فهمته من السؤال أن طالب علم ترك المباحات في شهر رمضان واجتهد في شهر رمضان صياما وقياما وتلاوة وذكرا، ثم بعد ذلك عاد إلى المباحات. هذا عمل جيد وهو مسلك نبوي وطريقة صحابية، ولله الحمد والمنة. النبي عليه الصلاة والسلام أحواله في رمضان كانت تختلف عن أحواله في غير رمضان، وفي العشر الأخير من رمضان كانت تختلف أكثر من العشرين الأول. فالإنسان الذي يترك المباحات لأجل التفرغ للعبادات هذا عمل صالح.